وأيضا للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا السيد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير، بعد التحية، تابعنا منذ قليل استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في زيارة تاريخية تستغرق يومين إلى القاهرة. كيف تابعتم هذا الاستقبال وأيضا المتوقع من الزيارة؟ يعني طبعا مثل هذه اللقاءات ولقاءات القمه بين مصر والسعوديه دائما بيكون لها تاثير ايجابي على المشهد، سواء كان العربي او الاقليمي او حتى الدولي في المرحله الحاليه. وبالتالي انا اتوقع ان هذه الزياره هتكون بدايه لتنسيق واسع النطاق ما بين الدول العربيه، وطبعا توحيد للرؤى واستراتيجيات، وخاصه في ظل القمة القادمة في المملكة العربية السعودية وبين بعض الدول العربية والرئيس الأمريكي. وبالتالي أنا بشوف أن مثل هذه التحركات العربية واللي ظهرت في الآونة الأخيرة بشكل مكثف، أعتقد أنها تكون مفيدة جدا، بحيث أن يكون يعني كل القادة العرب في هذه القمة القادمة عندهم صوت واحد، رؤية واحدة، استراتيجية واحدة، يستطيعوا بها أن هم يضعوا الإطار المناسب للعلاقات العربية الأمريكية في المرحلة الدقيقة اللي بيمر بها العالم. وبالتالي أنا يعني متفائل جدا بمثل هذا اللقاء، لأنه طبعا على مستوى عالي، وفي نفس الوقت هيكون له دائما يعني ترقب وانتظار لنتائجه في مختلف الأصعدة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية. والعلاقات بين مصر والمملكة هي علاقات راسخة تاريخية بتشهد تطور باستمرار ولم تقف عند حد معين، وبتغطي مجالات واسعه جدا شتت طبعا كل المشاهدين يعني اطلعوا عليها باستمرار، كان اخرها المناورات الجويه اللي موجوده ما بين القوات الجويه المصريه والقوات الملكيه السعوديه. نعم سيادة السفير، بالعودة مرة أخرى إلى انعقاد القمم بين الزعماء العرب، يعني هل تعتقد أن هذه القمم التي تعقد على مستوى القادة تسعى إلى بلورة رؤية عربية مشتركة لذا عدد من القضايا التي ستطرح خلال قمة جدة التي ستعقد بإذن الله في 15 و16 من يوليو؟ مؤكد ده جزء من الملفات اللي بتطرح خلال هذه القمم، ولكن من المؤكد أيضا أنه الأوضاع الحالية في العالم وخاصة بعد الحرب في أوكرانيا كانت أيضا تستدعي، بغض النظر عن في قمة أمريكية أو قادمة، كانت تستدعي فعلا أن يكون في موقف عربي موحد ورؤية واحدة ومحاولة للخروج يعني نهج سياسي يستطيع أن هو يقلل من حتة التوتر الموجودة في العالم دلوقتي ويؤثر على مسار التنمية في المنطقة العربية بشكل حاد جدا. وطبعا كل المشاهدين عارفين التأثيرات اللي نجمت عن هذه الحرب، سواء كانت من ناحيه الغذاء او الطاقه او حتى السياحه والتبادل التجاري ومختلف المجالات الخاصه بالحياه في منطقتنا وفي غيرها من المناطق في العالم. وبالتالي التنسيق العربي في المرحله الحاليه هو امر ملح، ويعني ملوش يعني خيار اخر الا التنسيق والوقوف جنبا الى جنب ومحاوله يعني درء الاخطار الناجمه عن هذه الحرب وتقليل خسائرها بالنسبه للمواطن العربي اللي بيعاني اقتصاديا في كل البلاد، مش في اي بلد بعينها ولكن في كل البلاد. طبعا في كمان مشاكل اخرى، ملفات وقضايا اخرى اصبحت شبه مزمنه زي قضيه في ليبيا، حرب اليمن، سوريا، الاوضاع في السودان، كل هذه الملفات اعتقد انها هتكون لها نصيب كبير من النقاش بين دولتين مهمين ركائز للاستقرار والتنميه في العالم العربي وفي المنطقة. نعم، إذا نستطيع القول أن هناك يعني توحيد في الرؤى بين القيادتين السياسيتين في المملكة ومصر، وأيضا هناك تنسيق في جميع المواقف العربية بين الزعيمين، وذلك أيضا قبل انعقاد قمة جدة. هذا مؤكد، ويمكن سيادتك تلاحظ أن في تقارب أو تطابق حتى واضح في مواقف المملكة ومصر في مختلف القضايا، سواء كانت الحرب في أوكرانيا أو غيرها في العلاقات مع الدول الكبرى الثلاثة. الآن حضرتك هتلاحظ إن في خط متوازن ما بين يعني بتنتهج الدولتين في التعامل مع كل هذه القضايا ومع الدول الكبرى، وبالتالي أنا أشوف إن هو في تطابق في الرؤى، وبالتالي أعتقد إن النتائج هتكون في صالح الموقف العربي، لأن الموقف العربي يحتاج فعلا قدر كبير جدا من التضامن في المرحلة الحالية
وده امر اشوفه ان هو قريب جدا، ويعني بدأ يتبلور بشكل واقعي. شكرا جزيلا السيد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، متحدثا هاتفيا إلى التلفزيون المصري.